بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي معكم في مقرر الذكاء الاصطناعي لواحد مقررات علوم الحاسوب وتقنية المعلومات. المقرر بيجيف على علم الذكاء الاصطناعي وأهميته وعلاقته بالعلوم الأخرى وكيف نخلي الذكاء الاصطناعي في الحاسوب. طيب، مفردات المقرر تنحصر في النقاط التالية، اللي هو التعريف بعلم الذكاء الاصطناعي ما هو وعلاقته بالعلوم الأخرى ولغات الذكاء الاصطناعي، ثم مجالات الذكاء الاصطناعي وتمثيل المعرفة ولغة من لغات الذكاء الاصطناعي. حتناول في هذا المقرر لغة برولوج والبحث في الذكاء الاصطناعي، وآخر حاجة في المقرر نشوف بعض مفاهيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف نبني بعض التطبيقات في الذكاء الاصطناعي. أول حاجة، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي زي ما معروف لدى الناس هو ذكاء مصطنع من اللغة. طبعا الذكاء الاصطناعي في الحاسوب نقصد منه إنه كيف نخلي الحاسوب ذكي، كيف نجعل الحاسوب يفكر مثل البشر. في تعريفات كثيرة ذكرت في هذا الإطار عن الذكاء الاصطناعي، في من عرف على أن أنظمة تفكر مثل البشر، ومن عرف بأن أنظمة تعمل مثل البشر، ومن عرف بأن أنظمة تفكر بعقلانية، ومن عرف بأن أنظمة تعمل بعقل. التعريفات بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي هي متعددة كلها تخلص على أنه جعل الجهاز الحاسوب أنظمته يفكر مثل ما يفكر البشر. ليه؟ لأنه أساساً التطبيقات السابقة للذكاء الاصطناعي في مجال الحاسوب كانت تجعل الحاسوب ينفذ التعليمات اللي بضع له مبرمج من غير ما يتصرف. يعني كمثال، إذا أنا طلبت من جهاز الحاسوب مثلاً أن يطفي الحريق، لازم أبرمجه كيف يطفي الحريق. أقول له تمشي مثلاً خطوتين إلى الأمام، تكب الموية في النار، فمعناها لازم يكون في حريق في بعد خمس خطوات ذكرتها وخطوتين إلى الأمام، دي لازم الحريق يكون موجود هنا. فهو حينفذ التعليمات دي، حيمشي بعد خمس خطوات يحاول يطفي الحريق. إذا الحريق انتقل من الخمس خطوات إلى مكان آخر، هو ما حينفذه لأنه ما في التعليمات كلام مثل ذلك. حتى لو تغيرت مكان الحريق إلى أنه حرق نفس الجهاز بتاع الحاسوب، هو ما حيتصرف. وهكذا مقيس على كده أمثلة كثيرة جدا. لذلك جاءت دعوة لأنه نجعل الحاسوب يفكر مثل البشر، جاء علم وليست تطبيقات بس أو برمجة، علم ثم علم الذكاء الاصطناعي. يهدف علم الذكاء الاصطناعي أنه طب يجعل أنه جهاز الحاسوب ينفذ الأعمال التي يقوم بها البشر. أي عمل ممكن يقوم به الإنسان يجب جهاز الحاسوب أن ينفذه. طبعا يستحيل أنه الحاسوب ينفذ حتى الآن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان. لذلك يسموه هذا الهدف البعيد. الهدف البعيد هو يصل مستوى من أجهزة الحاسوب وأنظمته التي تعمل مثل البشر تماما، يعني ممكن تحل البشر في أي مكان. يعني مهما تخصص الإنسان، مهما عمل الإنسان، ممكن يحل محله جهاز الحاسوب. هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، ويتوقع أن يتحقق خلال 20 أو 30 سنة القادمة. يعني تخيل أنه بعد شوية الناس ممكن يكون بديل للناس في أجهزة بتاعت حاسوب بعد 20 أو 30 سنة. طيب، الهدف الغريب واللي هو الآن تحقق، أنه في بعض التطبيقات صار هناك بعض الأنظمة وبرامج الحاسوب التي تقوم بتنفيذ بعض العمل الذكي. مثال لذلك مثلاً الأنظمة في الأنظمة الخبيرة، الريبورتات الآن اللي بتركب الأجهزة، تجمع الأجهزة في المصانع، وهكذا من العمليات اللي الآن بدأت تطبق حنشوفها مع بعض خلال هذا المقرر. ما هي المجالات التي يمكن أن نطبق فيها تقنيات الذكاء؟ طبعا قطع الشك، أنظمة قواعد البيانات الموجودة في البنوك والآن السجل الإلكتروني والأنظمة بتاعت حجوزات الطيران، دي طبعا ما بتحتاج لذكاء. في بعض الأنظمة بتحتاج لذكاء، يعني شوف أي المجالات الممكن يكون مناسب فيها الذكاء الاصطناعي. والتطبيقات دي الآن الشغالة هي تمت كيف وتعمل كيف، وحنقف مع بعض هذه التطبيقات. هل هناك
برامج خاصة عشان أنا أعمل ذكاء اصطناعي، ولا ممكن بنفس البرامج بتاعت البرمجة العادية أعمل ذكاء اصطناعي؟ هذه الأسئلة هنجيب عليها خلال المقرر. يعني المقرر بتاعنا هو إجابة عن هذه التساؤل. الآن قبل ما نجاوب في مقدمتنا لهذا المقرر، لابد أن نقف على جانبين. الجانب الأول نقارن إذا نحن عاوزين الحاسوب يصير مثل البشر، هنعمل مقارنة بين الإنسان والحاسوب. الجانب الثاني حنشوف فيه العلاقة ما بين العقل البشري والحاسوب مع بعض. قبل ما نشوف الجوانب دي نقف على التطور المر به الحاسوب حتى نشوف هل يصلح أن يكون برامج ذكي، هل يصلح أن يصير الحاسوب ذكي؟ طيب إذا نظرنا للحاسوب نلقى مرة بخمسة أجيال. في الجيل الأول طبعا كان في الفوكيوم ستيوبس على الأبيب الفقرة في الأجهزة، وكانت البرمجة بتتم بلغة الآلة. ثم تطور الجيل الثاني اللي هو في الستينات، واللي هو جاءت تقنية الترانزستور في الهاردوير، وصارت الأنظمة البرمجة تتم بلغات أعلى من لغة الآلة اللي هي ما يعرف بلغة الترميز أو التجميع. ثم جاء الجيل الثالث وظهرت تقنية الدوائر الإلكترونية، وتقنية الدوائر الإلكترونية هي التقنية التي خلت انه يظهر بعض أجهزة الحاسوب تنتشر أكثر، وظهرت بعد ذاك اللغات البرمجة المستوى الأعلى، وهكذا. جاء الجيل الرابع واللي هو كان الجيل الآن إلى الآن شغال، بدأ من السبعينات إلى الآن شغال مع بداية السبعينات، اللي هو الجيل ظهرت فيه تقنية المايكرو بروسيسر اللي هي جعلت الجهاز الحاسوب يصير جهاز صغير ممكن أي واحد يقتنيه ورخيص الثمن، وممكن يتحرك إلى مكان العمل بدل ما كان الناس ينتقل إلى مكان الحاسوب. وفي هذا الجيل بدأت تظهر تطبيقات للحاسوب في مجال الأعمال أكثر، في مجال الهندسة أكثر، في مجال التطبيقات المختلفة الصناعية وهكذا. الجيل الخامس اللي هو بدأت فيه تطبيقات أعلى للمايكرو بروسيسر، وبدأ يكون في بر الكمبيوتر، يعني يكون في جهاز كمبيوتر فيه أكثر من معالج داخله. وهذا الجيل ظهرت فيه ما يعرف تطور شبكات الحاسوب وأخذت أبعاد مختلفة، واللي هو الجيل الآن نحن تحته، وبدأت ما تظهر بالشبكات العصبية وخلاف ذلك في مجال الهاردوير. في مجال السوفتوير بدأت تظهر تطبيقات ذكاء اصطناعي فعالة جدا، بدأت تظهر معالجة الأصوات، بدأت تظهر معالجة اللغات الطبيعية، بدأت تظهر الرؤية بالحاسوب، بدأت تظهر الأجهزة الطائرة اللي تكون من غير كابتن ببرنامج حاسوب ذكية، وهكذا ظهرت الصواريخ الذكية، بدأت التطبيقات. وهذا الجيل لا زال تحت التطوير، ما وصل إلى نهاياته وفي بداياته، وده الجيل الخامس. يعني باختصار نقدر نقول الحاسوب تطور من جهاز يحل مسائل رياضية إلى أن وصل إلى يقود الصاروخ بسرعة عالية جدا، جهاز حاسوب أو يطلع به القمر الصناعي. التطور بتاع الذكاء الاصطناعي ده حيجعلنا نقارن الجهاز بتاع الحاسوب التطور ده من بدأ من أجهزة أنابيب فاضية فارغة إلى أن وصل إلى المايكرو بروسيسر والإمبيديت، يعني بدأت أجهزة صغيرة بتاعت الحاسوب ممكن تدخل في أي حاجة. نقارن الكلام ده بالعقل البشري. المقارنة هنا بتصل في أنه كيف الإنسان بيفكر وبيحل المشكلة، والحاسوب كيف بيفكر وبيحل. إذا نظرنا للإنسان أنه نلقي إذا حل المشكلة أول شيء بيصنفها، يعني نوع من إذا واجهتك أي مشكلة بتصنفها، تشوفها هل هي مشكلة اجتماعية اقتصادية زراعية أنسوهن، أم ثم بعد ما تصنفها تشوف القانون المناسب لحل هذه المشكلة، يعني أنسب قانون لحل هذه المشكلة، ثم بعد ذلك تستفيد من التجارب والخبرات السابقة، ثم بعد ذلك تتوقع أنه ممكن إذا حلت المشكلة دي يحصل كده. ده العقل البشري، التسلسل بتاع تحل المشكلة لدى العقل البشري. الكلام ده طبعا بيتم وفق ملايين الخلايا العقلية داخل عقل الإنسان. هذه الخلايا مربوطة مع بعض في شكل شبكات، كل خلية من هذه الخلايا بتمثل كأنها معالج بيقوم فيه نواة، والنواة بتعالج، والنواة وفيه جسم للخلية وفيه طرفيات ونهايات كأنها معالج مع ذاكرة مع موصلات، وكلهم مع بعض بيشتغلوا في سيام بيحلوا هذه المشكلة بهذه الصورة. إذا قارنا الكلام ده مع الحاسوب، الحاسوب إذا مسكنا وحدة المعالجة هي السي بي يو في الحاسوب، السي بي يو الواحد عندها 10^8 جيتس، في العقل البشري عندنا 10^11 خلية عصبية، يعني 10 قدام 11 صفر من الخلايا العصبية.
إذا نظرنا للوحدات التخزينية بنلقى إنه في الحاسب عندنا 10 بت للرام، الرام سعة الرام العالية، أو 10 إلى 11 بت للهارد ديسك. يعني عندنا موضوعين في الإنسان نرد نفس الحكاية، لكل خلية نهاية طرفية، يعني عندنا 10 إلى 11 خلية، ولكل خلية يعني 10 إلى 14 نهاية عصبية. الدورة الزمنية في إنجاز المهمة الحاسوب هنا بتفوق على الإنسان، لأنه بينجز المهمة في 1/10 أس 9، يعني 1 كسر من 10 من 1/1,000,000,000، يعني 10^9 أصفار. في الإنسان بينجز المهمة الواحدة في 1/1,000 من كسر من الثانية. هنا الحاسوب أسرع شوية، كمية البيانات اللي بتدخل لدى الحاسوب 10^10 بت بير سكن، للإنسان أكبر 10^14 بت بير سكن، يعني قيمة كمية المعلومة اللي بتدخل داخل في لحظة واحدة. وهكذا الذاكرة، نجد إنه تحديث الذاكرة ده من ناحية هاردوير. تعالوا شوفوا من ناحية كيفية حل المشكلة. نجد إنه الحاسوب بيتعامل مع ذاكرة تعامل مباشر، يعني بيذهب البرنامج إلى حيث يوجد الحاجة الموجودة في موقع في الذاكرة وبيستخرجها. أما الإنسان بيتعامل مع ذاكرة تعامل مختلف تماما، فالإنسان تعامله معه تعامل توافقي. يعني ممكن أنت إذا شفت الشخص تذكر وتذكر سابقته وتذكر أي شيء عن الشخص هذا، وفي نفس الوقت ممكن تذكر أخوه. ده الحاجة اللي ما ممكن نلقاها في الحاسوب، يعني حاسوب تذكر الحاجة مباشرة وتمشي لموقع الذاكرة معين تلقى فيه المعلومة تطلعها. أما في الإنسان أنت بتذكر الشخص، إذا رأيت شخص تذكر هو وتذكر أخوه، تذكر أي حاجة صاحبتك في من ذاكرتك في ما يتعلق بهذا الإنسان. في تنفيذ المهام الكمبيوتر بنفذ تعليمات، بتديه تعليمات تقول له الخطوة الأولى أعمل كذا، ثم الخطوة الثانية أعمل كذا، ثم الخطوة الثالثة كذا. أما في الإنسان فبيكون تنفيذ المهام بيتم بالتعلم مع إدارة المعلومات، بيكون عنده معلومات كثيرة في ذهنه، بيحاول يدير هذه المعلومات يطلع منها الحل المناسب، وكل مرة الليلة الحل المناسب بكرة حيكون أنسب منه، وبعد بكرة حيكون أنسب منه، لأنه كل مرة بيتعلم. نحن عاوزين جهاز الحاسوب يصير مثل الإنسان في هذا العمل، لأنه في الهاردوير ما في اختلاف كتير زي ما شفنا، لكن في اختلاف في التفكير. طيب كيف نخلي الحاسوب يصير مثل الإنسان؟ قالوا يا جماعة نحن الإنسان ده عنده معرفة وبيتعامل مع المعرفة وبيدير المعرفة زي ما قلنا قبل شوية، فبالتالي نخلي الحاسوب نعمل للحاسوب قواعد معرفة. في ناس بيقولوا قواعد معرفة، ثم بعد ذاك نخليه من قواعد المعرفة يستنتج الحل. مثال، نرجع لمثالنا بتاع الحاسوب اللي بيطفي الحريق. إذا كنت أنا عاوز أخلي الحاسوب يطفي الحريق، ما بقول له امشي بعد 5 خطوات يطفي الحريق، لكن لا، بقوم اديه معلومات عن الحريق، هو شنو النار، هي شنو أشكالها، شنو اديه معرفة كبيرة جدا عن النار، ثم بعد ذاك أوريه كيف يقدر إذا وجد نار يستنتج الحل. إذا نار مثلا تطفي بالمو يطفيها بالمو، إذا نار تطفي بالتراب يطفيها بالتراب، وهكذا أديه هذه المعلومات وأفكه. بعده هو يقدر يستخلص من هذه المعلومات الحل، ومن ثم يقوم هو بعد يستنتج الحل وينفذه. هذه فكرة الحاسوب. نشوف هل الفكرة دي ممكن تطبق. التطبيقات تمت في مجال الحاسوب إلى الآن. أول تطبيق كلنا نعرفه هو كان تطبيق الألعاب، بدأت من الجيم، ابتداء من الشطرنج. تلقى الواحد بيجلس مع الكمبيوتر بيلعب معاه في لعبات ذكية، والكمبيوتر بغلبك بيفكر وبغلبك يعرف إنك عاوز تحرك هذا الخطوة ويعمل كده. دي بدأت بدايات ظهور الذكاء الاصطناعي. ثم بدأت بعد ذلك ظهور ما يعرف بالأنظمة الخبيرة، اللي هي بدأت بظهور التشخيص الطبي، ومن ثم بدأت تقنيات وظهور تقنيات معالجة اللغات الطبيعية، يقدر يطلع من مجموعة بتاعت لغة يطلع منها شغل معين، وبرامج تمييز الكلام اللي هو التعرف على الإنسان عبر الصوت بتاعه، تمييز الأصوات وتسميز الكلام وصناعة الكلام. وممكن يقرأ الحروف، بدأت في برامج أنت تكتب بيدك ويقدر يقرأ هذا الحرف ويتعرف عليه. طبعا بدأت برضو برامج النظر الفيجن، اللي هو زي الصاروخ يا جماعة اللي بيمشي من غير كابتن، بيدوه أهداف معينة، الصاروخ هو بيقوم بيعمل صورة، الصورة بتلتقط الهدف هو ماشي،
بيلتقط الهدف، اذا لقى الهدف بيعمل ماتشنج للصوره مع مع المعلومات اللي في ذاكرته، اذا لقى نفس الصوره هي نفس الهدف المبرمج له بيقوم يضرب الهدف، اذا ما لقى بيقوم يغير اتجاهه لهدف اخر، بيكون عنده صوره بديله بيمشي، هو سريع جدا تخيلوا بيعمل شنو، بيعمل بيقرا الصوره. وهكذا نفس الطياره اللاذعه بتقوم من غير كابتن بنفس الصوره هي بتمشي ببرامج النظر. برضو عندنا الان ما يعرف بتمييز الانماط والاشكال اللي هو زي البصمه، الآن يتعرف على البصمة وهكذا. الريبورت كلنا نعرف الريبورت الإنسان الآلي، دي من التطبيقات الآن صارت في تطبيقات في التعلم، يعني في تطبيقات فيها في الليرنينج، يعني كيف يخلي يعني كيف يخلي في عملية يتعلم الحاسب، يتعلم من التجارب بتاعته. في برضو ديسيجن سبورت سيستم اللي هي استخدمت في بعض دعم القرارات وهكذا، وفي تلخيص الأخبار، وفي السيرش في الإنترنت، وهذه التطبيقات الآن مطبقة في الذكاء في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا زال الناس تزعى في أنها تجود هذه التطبيقات وفي تطبيقات أخرى. طيب الذكاء الاصطناعي كعلم خلاف أنه كتطبيقات وكحل مشكلة، هو كعلم جديد. العلم الجديد ده كان هو علم من فروع علوم الحاسب والآلي، لكنه خش في مجالات أخرى. في مجال الهندسي نلقاه أضاف إضافة جديدة في مجال الهندسي، اللي هو خلى هناك بعض التخصصات في الهندسة التي تسعى إلى أن تنتج آلات ذكية. مثال لتطبيق زي ما ذكرنا في تطبيقات الريبورت والأجهزة الرؤية بالحاسب وأجهزة التحكم، دي كلها لو ما دخل إضافات المجال الحاسوب في الهندسة لما ظهرت هذه التطبيقات. كذلك كعلم جهاز الحاسوب كعلم أضاف إضافة جديدة لعلوم الحاسب الآلي ما كانت موجودة قبل، أقصد الذكاء الاصطناعي كعلم أضاف تطبيقات جديدة في مجال علوم الحاسوب ما كانت موجودة من قبل. مثال لذلك اللي هو لغات البرمجة بتاعت الذكاء الاصطناعي، هنشوف بعد شوية، كانت ما موجودة زمان لغات البرمجة، جاءت لغة جديدة في مجال علوم الحاسوب اللي هي لغات البرمجة. ثم أضاف بعد ذاك اللي هو تقنيات تمثيل المعرفة وقواعد المعرفة، اللي هي حاجة إضافة كان الناس بتعرف قواعد البيانات، والسيرشنج خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي هي البحث والسيرشنج وما شابه ذلك، دي كلها إضافات جديدة لعلوم الحاسوب. برضو هكذا في مجال العلوم البحث نلقى فيه إضافات قدم علم الذكاء الاصطناعي، من مثال لذلك المنطق الغامض اللي هو الفازي لوجيك، والفئات الغامضة اللي هو الفازي ست، والشبكات العصبية والمعالجات الإحصائية وهكذا. يعني باختصار شديد هناك مجالات مختلفة في مجالات العلوم المختلفة جاء علم الذكاء الاصطناعي قدم فيها إضافات حديثة. الآن لغات الذكاء الاصطناعي اللي هي نحن هنهتم بها كثير في الكورس بتاعنا، وهناخد واحدة من هذه التطبيقات، اختلاف عن اللغات الأخرى شنو؟ هل هي نفس اللغات ولا في اختلاف؟ تختلف في حاجات عديدة، من ضمنها مثلا إنها قابلة على إنها تمثل المعرفة، اللغات الأخرى ما كانت تمثل المعرفة، لكن لغات الذكاء الاصطناعي قابلة إنها تمثل المعرفة، وبرضه عندها قابلية إنها تمثل الرموز والأشكال، يعني إذا عندي شكل أقدر أمثله، وكذلك عندها قابلية على إنها تستنتج النتائج هذا لا يوجد في اللغات الأخرى. وممكن في برضه من الحاجات المميزة في لغات الذكاء الاصطناعي إنها ممكن تقبل الحل المقبول، اللغات الأخرى لازم يكون الحل صحيح، يعني إذا كانت X لا تساوي Y ما يعطينا نتيجة، لكن إذا كانت X قريبة لـ Y ما حيعرف يحل. أما هنا نحن هنجي نشوف ممكن أنا أقبل الحلول غير الدقيقة. وكذلك ممكن من المزايا أنها تقدر توصف يعني فيها ديكلاريشن للمعرفة، لغات توصيفية توصف الحاجة وهكذا، وقابلة لأنها تطور وتعمل عمليات البحث المعروفة في الذكاء المعرفة فيما بعد في الذكاء الاصطناعي. هذه الميزات جعلت أن لغات الذكاء الاصطناعي تأخذ تميز عن بقية اللغات. طيب ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ طبعا نحن عندنا علوم الحاسب الآلي في بعض الحاجات بتتطور وتمشي، وفي حاجات الناس بتراجع عنها وتجي حاجات بديلة. مستقبل الذكاء الاصطناعي أنه بدت في عقول بتاعت بحث في الذكاء الاصطناعي لتمثيل المعرفة والاستنتاج، بدأت تتطور هذه العقول وماشي في تطور. بدأت ظهرت طبعا عندنا الرغائغ الصغيرة، الشيبس بتاعت الكمبيوتر الصغيرة دي، يتخيل انه انا لو عندي شيبس ذكية ممكن اطلع منها شنو، يعني
يعني الان بدات تجي الجبس دي ممكن تركب في صواريخ ذكيه، في مفاعلات نوويه، يعني انت ما يعني ممكن تركب حاجه بتاعت كمبيوتر مبرمجه صغيره، شريحه صغيره تركبها في اي حاجه وتمشي كده. بدات تظهر تقنيات، بدات تتطور حكايه الشبكات العصبيه اللي هي تقليد للشبكات الشبكات بتاعت المخ الانسان النيورال نتورك. وظهرت الجينات والرقائق الحياتيه. تخيل انه مثلا واحد يده مشكله في يده ولا في قلبه ولا حاجه، يقوم يركبوا له شريحه بتتعامل مع الاعصاب بتاعته تتبرمجه. والان انا شايف في تطوير في الحته دي في مجال، في ظهر اخيرا في اليابان انه الناس المشلولين يدون بعض الاجهزه تتركب فيهم تخليه يقدر يتحرك. وهذه من الحاجات الان بدات تتطور في مستقبل الذكاء الاصطناعي. الكلام ده كله خلاصه الكلام ده كانت مقدمه عن علم الذكاء الاصطناعي. حاولنا في هذه المقدمه ان نشوف ما هو الذكاء الاصطناعي، علاقته بالعقل الانسان، برمجياته، تطبيقاته، مستقبله، على نقيف على هذا العلم كعلم جديد ومزاياه، او كعلم خاص بدا يظهر في المجال بتاع علوم الحاسوب بصوره منتشره. ان شاء الله المحاضره القادمه نشوف فيها كيف انا ابدا بناء ذكاء اصطناعي ابتداء من تمثيل المعرفه داخل الذكاء الاصطناعي. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره ان شاء الله، ونلتقي في المحاضره القادمه في تمثيل المعرفه في الذكاء الاصطناعي. السلام عليكم ورحمه الله.